بمناسبة اليوم العالمي لمرض ضغط الدم الذي يصادف العاشر من يونيو من كل عام، نظم مستشفى النهضة بالتعاون مع وزارة الصحة والتضامن الوطني يوما مفتوحا لإجراء الفحوصات مجانا للمواطنين لتشخيص حالات الإصابة بمرض ضغط الدم وتقديم العلاجات للمرضى. الناس الأورغانيزي الدارة كلمة المشي كده خليه يكونتيني أورغانيزي كده أنا مسكين دولا نمشي أوميتال نسوي إزامة ليش نقوله جسي إزامة شفا دم أنا كي كان آفدة أجيل. الطبيب الأخصائي بمرض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين أوضح الهدف من تنظيم هذه المناسبة. رفع الضغط بقى كثير مرة واحد وبسبب مشاكل كبيرة في القلب، في الكلى، وفي الدماغ. عشان ده قلنا أحسن شيء الوقاية. المدير العام النائب لمستشفى النهضة شرح خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى. ناس كل يعرفوا في تلامة الإنسان ما هسا إننا عجزة كله شغل كم مرض الكثير كلنا نقدر نعرفين بدا يعني اللبتان ده خدمته ليداوي الناس وما يداوي بس يعني الأفضل لنا ده نجي قبل المرض. للتنويه فإن مستشفى النهضة سينظم خلال الأسابيع القادمة قافلة طبية يشارك فيه أطباء من خارج وداخل البلاد حول خطورة مرض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.